النهارده سعادتك عشان اوريك ان المساله بتدخل في التصعيد، النهارده في فيديو تم اذاعته في معظم كبريات الصحافه والمواقع الاجنبيه لابن عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بيهدد الغرب بالجهاد والاستشهاد، يعني بالحرب وحرب جهاديه واستشهاد. يا جماعه المساله لا، ده النهارده التصعيد ليس فقط من امريكا، ده تصعيد من قلب المملكه، من قلب السعوديه. انتوا عارفين حضراتكم ابن عم ولي العهد السعودي وهو سعود الشعلان يعني قال هذا التهديد بالاستشهاد والحرب 3 مرات باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه. وبالتالي في المساله الان هناك معركه حقيقيه الان ما بين امريكا وحلفاء، ما بين السعوديه، ما بين النهارده و 22 في مجموعه الاوبك. خلونا نشوف هذا التصعيد. طيب كلام خطير، خلي بالكم ان الالفاظ نفسها، لفظ الاستشهاد والجهاد ده بيلقي انعكاسات في الالفاظ دي في الغرب وفي اوروبا ان هي الحرب، ان هي الحرب على طول. شوف حضراتكم ماذا قال سعود الشعلان ابن عم ولي عهد المملكه محمد بن سلمان في هذا التهديد لامريكا والغرب. ردنا على الغرب نفس الكلام هذا، نعيده بالانجليزيه. Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that. الموضوع مش يعني ده اللي دعاني للخلاف مع الاستاذ سميح في البدايه، الموضوع بيكبر داخل السعوديه. التصريحات التي صدرت الغير مسؤوله طبعا بلا شك، استخدام لفظ الجهاد والاستشهاد واعتبارها معركه عقائديه، ده يضر جدا بالقضيه السعوديه. وايضا الان وزير الدفاع السعودي تحدث والاخر، هنسمع بعد كده وزير الخارجيه السعودي عادل الكبير بيتكلم والاخر، هنسمع دلوقتي حضراتكم ردود افعال امريكيه. لا الموضوع بيكبر، موضوع متصاعد، ما نعرفش هيوصل لحد فين. انما النهارده سعادتك لو انت عايز تعرف وصل لحد فين، مثلا الجارديان البريطانيه نشرت النهارده تصريحات لعضو مجلس الشيوخ الامريكي، وهو بيتكلم عن يعني لو انتم حضراتكم شايفين ده راجل عضو لجنه القوات المسلحه اللي هو ريتشارد بلومنتال، بيقترح تجميد مبيعات الاسلحه للسعوديه لمدة عام واحد بعد قرار أوبك. إذا الأمر واصل كمان إن هما شككوا في مصداقية المملكة إن الأسلحة الأمريكية، أنتوا عارفين طبعًا حضراتكم السلاح الأمريكي، السلاح الروسي، السلاح الألماني، الفرنسي، كل دولة بتعتبر السلاح بتاعها ده أسرار عسكرية. دي بضاعتها، دي تجارتها، دي وسائل دفاعها. وبالتالي فهم خايفين دلوقتي، بدوا يشككوا. ماذا لو إن إحنا المملكة العربية السعودية الأسلحة اللي عندها الدفاعية أو الأسلحة الأمريكية أيضا في إطار انخراطها واصطفافها مع روسيا ذهبت بأسرار هذه الأسلحة إلى روسيا؟ الأمر كبير جدا. شوف حضراتكم ترجمة لهذا الخبر عشان تعرف إن لا، مسألة الآن داخل أمريكا نفسها في تصعيد كبير أيضا من مجلس الشيوخ الأمريكي. أثار أحد المشرعين الديمقراطيين البارزين مخاوف بشأن احتمال مشاركة المملكة العربية السعودية في التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية الحساسة مع روسيا في أعقاب قرار المملكة الأخير بالوقوف إلى جانب موسكو بشأن مصالح الولايات المتحدة. قال ريتشارد بلومنتل عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الذي اقترح تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام واحد بعد قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط، إنه سيبحث بشكل أعمق في المخاطر في المناقشات مع البنتاغون. وقال في مقابلة مع صحيفة الجارديان: أريد بعض التأكيدات بأنهم على رأسها، وإذا كانت هناك مخاطر فأنا أريد تحديد ما يمكن فعله للتخفيف من هذه المخاطر على الفور.